Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed. Khatamul enbiyai vel mursalin. Ve ala alihi tayyibin tahirin. Ve ashabihi ecma'in. Ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. أيها السادة العلماء والأفاضل وورثة الأنبياء المشاركون في اجتماعنا هذا من مناطق متعددة من العالم الإخوة والأخوات أحييكم جميعا بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خاهران وبرادران عزيز درود و رحمت و برکت پروردگار عالمیان بر شما باد. في مستهل كلمتي اتقدم بالشكر لهذه الدعوة الكريمة ولجمهورية ايران الاسلامية قيادة وحكومة وشعبا. أيها السادة العلماء الأكارم، إن لقاءنا هذا هو لقاء تفكر وتدبر. اجتمعنا فيه اليوم لنتحدث عن أخلاق وحقوق الأخوة الإسلامية في فترة تشتعل فيها الأمة نيرانا. قد شبت النار في ديار الإسلامية ومساءلة شعورنا بأن نكون أمة واحدة وإعادة تأسيس الوحدة والأخوة بيننا، فلا يمكن لأي مؤمن لديه ضمير ووجدان أن يبقى صامتا أمام ما يحدث في منطقتنا، وعليه ألا يكون ساكتا. فالفهم الذي يبيح كل أنواع العنف والإجرام اليوم بعد الاحتلال والاستبداد يطعن قلب العالم الإسلامي كخنجر مسموم في يومنا الذي تحيط فيه نيران الفتنة والتفرقة بكل أنحاء أمتنا الإسلامية. أيها الحضور الكرام، يمر الإسلام الدين الحنيف والعالم الإسلامي اليوم بفترة عصيبة لعلها أصعب مرحلة في التاريخ، حيث إننا لا نرى نهاية لما جرى ويجري في العراق وسوريا وليبيا واليمن ونيجيريا وفي كل مكان وفي بقية أنحاء العالم الإسلامي من قتل ودمار وتهجير على الهوية وتفجير للمساجد وتخريب للأماكن المقدسة واختطاف للأبرياء نساء ورجالا وأطفالا وشبابا وهجمات انتحارية تسبقها نداءات الله أكبر. دماء المسلمين ما زالت تسيل، وعزة المسلمين وكرامتهم تتلاشى اليوم على أيدي أبنائهم بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ. ملايين الناس يهجرون من أراضيهم وبيوتهم وديارهم وأوطانهم، وأوساط الفوضى العارمة تشوه صورة الإسلام والمسلمين في العالم كله، بينما أصبح المسلم يطأطئ رأسه بكل حزن أينما سار في أنحاء العالم، كما أصبحت الجالية الإسلامية في العالم
تعيش وسط خوف شديد وقلق كبير بسبب التهديدات التي تتلقاها وما تواجهه من إقصاء من قبل الآخرين. أيها الكرام، نحن محتاجون، نحن محتاجون إلى التأمل والتفكر والتدبر، لا سيما وأن جماعات مسلحة تدعي انتماءها إلى الإسلام اليوم وهي في حقيقتها إرهابية وبعيدة كل البعد عن الإيمان والعقل والحكمة. قد قطعت أشواطاً وأشواطاً من الأعداء في الإضرار بالدين الإسلامي المبين. أيها السادة العلماء، لقاؤنا هذا هو لقاء محاسبة. إن البحث عن أسباب ما نعيشه من مآسٍ وآلام والتفرقة والعداوة في العوامل الخارجية فقط هو أسهل الطريق، هو أسهل الطرق، وإن ربط الجريمة بالمذهب الآخر حصراً هو أقصر طريق للهروب، كما أن ربط كل هذه الأحداث بمعارضي الإسلام وبقوى الشر والإمبرالية والصهيونية لن ينقذنا مما نحن فيه. فلهذه المشاكل والأحداث بعداً يمس ضمائرنا ومشاعرنا الإيمانية والأخلاقية، بمعنى أن لها بعداً يهمنا جميعاً. لذلك لا يمكن أن نقول إن الصراعات التي قلبت الأراضي الإسلامية إلى بحيرة من الدماء نابعة من أصل الدين أو من اختلاف المذاهب، والبحث عن جذور هذه الصراعات الوحشية في عصر الإسلام الأول أو في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أو في الاختلافات المذهبية التي وقعت عقب فترة الفتنة التي بدأت بمقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه، فهذا كله هباء لا يجدي شيئا. فهذه الصراعات ليست إلا نتاج الوعي المجروح الذي نما وكبر تحت الفقر والجهل والعبودية في ظل الاستبداد عقب فترات الاحتلال والاستعمار في العصور في السنوات الأخيرة، وفي ظل إحياء البعض للصراعات التاريخية وكأنها صراعات لا تزال قائمة بحجة الثأر من هذه الطائفة أو تلك. نعم أيها الكرام، نحن بحاجة إلى محاسبة. علينا أن نسأل أنفسنا أين كنا وأين أخطأنا وماذا كنا نفعل في الوقت الذي سعت فيه بعض الهويات الدموية والانتقامية المليئة بالحقد والثأر إلى إطفاء الشرعية على نفسها تحت عباءة المذهب لتمرير مخططاتها الرامية إلى تمزيق جسد الأمة الإسلامية. السادة الحضور الأعزاء، وهذا اللقاء لقاء الوحدة، والوحدة هي الأخوة والمحبة والتضامن، والوحدة هي العيش المشترك والتشارك وامتلاك القيم المشتركة والتوجه نحو المبادئ المشتركة، والاجتماع تحت راية التوحيد هو التخلي عن كل أنواع المنافع الدنيوية في سبيل دين الله عز وجل. عندما تتساعد رائحة البارود من العالم الإسلامي يجب أن تكون آلامنا مشتركة ومآسينا مشتركة وهمومنا مشتركة وأدعيتنا مشتركة. لا يمكننا أن نقطع شبراً واحداً ونحن نتجاهل الحضارات العظيمة التي ازدهرت على يد الأمة الإسلامية والخبرات الكبيرة التي
أنتجتها هذه الحضارات، ينبغي علينا جميعًا أن نكافح هذه التيارات الدينية حديثة الظهور التي تقصي كل هذه المكتسبات، وتتضمن تفسيرات وفرضيات تخالف وحدة الأمة الإسلامية، وتحث على العنف والاستبداد، وإنه لا توجد أي استراتيجية أغلى وأثمن لدى المسلمين من منع سفك دماء المسلمين. أكرر هذا، وإنه لا توجد أي استراتيجية أغلى وأثمن لدى المسلمين من منع سفك دماء المسلمين، ولا توجد أي سياسة أهم من الحد من قتل المسلمين بعضهم بعضا. وإننا بحاجة إلى الوحدة، فالبعض كاد أن يفقدنا ميزتنا بأننا أمة وسطا، وكاد أن ينسينا أننا مسؤولون ليست عنا فقط، بل عن كل المحتاجين والمظلومين على وجه الأرض. فهل نوافقهم على انحرافهم؟ أيها السادة العلماء، وهذا اللقاء لقاء دعوة ينبغي أن يتجلى فيه موقف العلماء في إعطاء الأولوية لوحدة المسلمين وأخوتهم ومصلحتهم، والدفاع عن الحق والحقيقة والعدالة والأخلاق، مجازفين بكل شيء في سبيل ذلك. ونحن كعلماء الذين يحملون فوقهم شعار هذا الدين، ناقشنا مع الأسف مطولاً حكم قتل النملة أثناء أداء مناسك الحج، لكننا أهملنا في إعلاء أصواتنا لنقول إن قتل الناس الأبرياء حرام، وأن من قتل نفساً بغير حق فكأنما قتل الناس جميعاً. لا يمكننا أن ننعم بالطمأنينة والسكينة ما دمنا نتناول في الأجندات الاختلافات التي تدوم منذ عصور. لا يمكننا أن نطفئ دائرة النار التي تحوط بنا طالما أننا منشغلون في تجريمنا بعضاً لبعض، والبحث عن نواقص وأخطاء بعضنا بعضاً في وقت تتسع فيه دائرة النار تلك مع كل يوم مضى. يا مشايخ السنة المحترمة، ويا آيات الله الشيعة الموقرة، ويا حجج الإسلام، ويا علماء السنة والشيعة، ألا يكفي كل هذه الدماء المسفوكة؟ ألا يكفي كل هذه الدماء المسفوكة؟ ألا يكفي كل هذا التعذيب والمصائب؟ ألا يكفي كل هذا الذل والهوان بين الشباك الصهاينة والإمبرالية؟ فلنخرج من قاعاتنا، ولنخرج من حوزاتنا، ولنخرج من مساجدنا وجوامعنا وتكياتنا وحسينياتنا، ولنفعل علومنا، عقولنا وقلوبنا وأقلامنا، ولنعلي أصواتنا وصرخاتنا. إن بلاد المسلمين تشتعل ناراً، قد شبت النار في ديار الأمة، يجب علينا أن نطفئ نيران هذه الفتنة. فالدم الذي يسيل دم المسلم، وإذا كانت الدماء المسفوكة دماء المسلمين فما الفرق إذا كانوا سنة أو شيعة؟ هل هناك دم سني وآخر شيعي؟ وهل يمكن أن تغمض الأعين لدماء الأخوة؟ أي عقل وأي دليل وأي برهان يمكنه أن يقول بأحقية هذا؟ أين كنا يا علماء نحن عندما نشرت شبكات الإجرام تصريحاتها التكفيرية بعد أن كتبت على راياتها اسم النبي الكريم الذي أرسل رحمة للعالمين؟ ألسنا مقصرين كثيراً في هذا الأمر؟ أيها العلماء، ماذا فعلنا حيال هذه الخطابات التي تزرع الحقد والكراهية، وحيال هذا الهزيان
الذي يدعو إلى الإقصاء والتهميش. إخواني الأعزاء، لقد ضيعنا حضارة الأندلس الإسلامية التي أضاءت الغرب 8 قرون، وضيعنا حضارة ما وراء النهر التي أضاءت الشرق طوال العصور، وضيعنا الحضارات الإفريقية الإسلامية التي قامت بإعمار قارة إفريقيا. والآن نحن على وشك أن نفقد حضاراتنا في الشام الشريف وبغداد السلام وصنعاء الحكمة. لدينا اليوم موضوع واحد لن نختلف عليه، ألا وهو وقف سفك الدماء والوقوف في وجه المؤامرات التي تزرع الخصام بين المسلمين، ومحاربة تشعبات الفتن الداخلية والخارجية التي تتغذى من الداخل والخارج، وإيصال الأمة إلى بر الأمان. نحن بحاجة إلى الدعوة، وفيما لو لم نجتمع على التراحم فيما بيننا فإننا لن نتمكن من إرجاع السلام والأمان اللذين كانا سائدين عبر التاريخ في ربوع بلادنا الإسلامية. وفيما لو لم نتمكن من إحلال السلام في بيوتنا وفي العالم الإسلامي فإننا لن نتمكن من إحلال العدل والسلام في العالم. إخواني الأعزاء، إن لقاءنا هذا هو لقاء الأخوة. إن المذاهب بصورة عامة تعكس الأفكار والآراء المختلفة المؤدية إلى فهم الإسلام، وهذه المذاهب هي مدارس بشرية تكونت عبر الزمن، وغايتها جميعاً توضيح الطريق إلى الله جل جلاله. وكل مذهب من مذاهبنا بمثابة طريق فرعي يؤدي إلى الطريق العام، أي أن جميعها توصل إلى ذات المكان. وعلى هذا الأساس لا يمكن القبول بتاتاً تجعل المذهب موازياً للدين، أو رؤية الانتماء المذهبي فوق الانتماء الإسلامي. إن التفريق المذهبي والصراع المذهبي والإقصاء المذهبي هو عين العصبية وعين الجاهلية. فحينما يتقدم المذهب على الدين يكون المتضرر الأول هو الدين الحنيف نفسه. ينبغي علينا أن نعتبر اختلافاتنا المذهبية ثراءً، وأن نحافظ على وحدتنا الإسلامية. لا أقول لا سنة ولا شيعة، بل أقول لتكن السنة ولتكن الشوعة شيعة، ولتكن كلها أمةً واحدة. عسى أن لا تفلح على الإطلاق الذهنية التي تتهم المذاهب الأخرى بأنها باطلة، سنيةً كانت أو شيعيةً على حدٍ سواء، وترمي أختها بالكفر. أيها الحضور، إن طريق أهل البيت ينبغي أن يمثل اليوم طريق المحبة والرحمة بين المسلمين، لا طريق السلطة الدنيوية الطائفية ولا السياسة العدوانية التي تسفك دماء المسلمين. والولاء لأهل البيت عليهم السلام ينبغي أن يحقق الترابط فيما بيننا. فمن يسيء إلى حرمة آل رسول الله وينتهك حقوقهم سيجدنا جميعاً ضده سنةً كان أو شيعاً. يا علماء الأجلاء، إن سنة رسولنا الأكرم رحمةٌ، كما أن أهل بيته رضوان الله عليهم رحمةٌ لمن كان عنده قلب يعقل. إن الحسين عليه السلام الذي دحى من أجل العدالة رحمة، والحسن عليه السلام الذي رضي بالصلح لإحلال السلام رحمة لمن كان عنده قلب يعقل. قال سيدنا الحسن رضي الله عنه: لا أدب لمن لا عقل له، ولا مروءة لمن لا همة له، ولا حياء لمن لا دين له،
ورأس العقل معاشرة الناس. ويقول مولانا جلال الدين الرومي في ديوانه الكبير: مؤمنان را خاند اخوان در كلام خود خدا، پس بباید صلحشان دادن به هم ای کت خدا. جنگ باشد کار دیو صلح کردار ملک. جنگ باشد کار دیو صلح کردار ملک. صلح را باید گزیدن تا بباید جان صفا. إخواني الأعزاء، إن دين الله سبحانه وتعالى مبني على كلمتين، على كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، أي وحدانية الله سبحانه وتعالى ووحدة الأمة الإسلامية. ألم يشير إلى هذا قول ربنا في وحيه الكريم: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لكننا مع الأسف بدأنا ندخل في محتوى الآية الكريمة من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون. نحن لا نقول بأن الدول الشرقية والغربية لا تعمل على التفرقة بيننا، لأننا نراهم لا يغادرون بلادنا من وزراء وسفراء وخبراء عسكريين ومستشاريين أمنيين، وهم يزودون الأنظمة الاستبدادية في بلادنا بكل أنواع الأسلحة الحربية والمحرمة دولياً، ويسمحون للرؤساء القتلة من قتل شعوبهم بالأسلحة الكيميائية التي يحرمونها على أنفسهم ولا يحاسبونهم عليها طالما أن القتل من المستضعفين. فإن ما لا نفهمه ولا نستطيع تصوره أن يوجد بين المسلمين من يقبل استخدام هذه الأسلحة الكيماوية المحرمة دينياً ودولياً ضد شعبه وأبناء أمته، ولو اختلف معهم في السياسة أو طالبوه بالإصلاح. وما لا نستطيع تفهمه ولا نقبله أن يقتل مئات الألوف من شعب لأنهم رفضوا استئزار أسرته بالسلطة والثروة، وطالبون بالحكم الديمقراطي المدني الدستوري. وما لا نفهمه أيضاً ونستغربه أكثر أن يجد بين المسلمين في الأرض من يقف إلى جانبه وظلمه واستبداده. لقد قسى بعضنا على نفسه وجعل دعاء المسلمين المظلومين عليه لا له، وجعل لعنة التاريخ تلاحقه، فالظلم ظلمات يوم القيامة. ولعل حسن الخاتمة تكون خير الأعمال وكفارة لما قبلها، فمن أعان ظالماً على ظلمه حشره الله تعالى معه في النار والعياذ بالله. لا أريد أن أطيل عليكم، وفي النهاية أيها المسلمون، إننا بحاجة إلى الأخوة التي أمرنا بها ديننا وحثنا عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن آلامنا في ازدياد ومظلومين في ازدياد، وحادثة كربلاء تتكرر في سوريا والعراق واليمن وغيرها. علينا أن ندرك اليوم أن طريق أهل البيت عليهم السلام يجمعنا ولا يفرقنا. علينا أن نبذل جهوداً من أجل فهم أعمق لديننا وسكينة أكبر لأنفسنا وتسامح أرحب مع بعضنا بعضاً. أيها المسلمون، هلموا نكن صوتاً واحداً ضد الظلم والاستبداد والاستكبار في الأرض، وقلباً واحداً ضد الإخانة، ويداً واحدةً ضد الظلمة، وضد من يقتل شعبه من أجل أن يبقى هو وأسرته في الكرسي والعرش. ولنعرف صديقنا من عدونا، لنميز بين الأسود والأبيض في القضايا، ولنزرع الابتسامة في وجه الأمة لا في وجه الإمبراليين والصهيونيين.
هلموا لا نبقى نتفرج على الوجود الإسلامي وهو يقتل بوحشية لا ترحم، هلموا لا نسمح بالاستهزاء بمقدساتنا ولا إصابة شرفنا بالذل ولا نسمح بانتهاك حرمتنا. اللهم ليس لنا أمل سواك، والمصائب والحروب والكوارث التي أحدثناها بأيدينا تؤدي بنا إلى نهاية أليمة. اللهم أصلح أهل الأرض الذي نسوا الرحمة، اللهم وحد قلوبنا ووحد صفوفنا ويسر سبل الخلاص للأمة المظلومة، وثبت أمة الإسلامية على التوحيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.